بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه على مرض الفايبروميالجيا، وإمتى المريض يوقف العلاج، وقد إيه يستمر على علاج الفايبروميالجيا. معكم دكتور عبد الأول مغازي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والمناعة جامعة القاهرة. طبعا مرض الفايبروميالجيا من الأمراض الروماتيزمية، الأمراض الروماتيزمية غير المناعية، هو مرض مش مناعي. مرض فكرته ان عند الانسان خلل في كيمياء اعصاب الجسم. يعني ايه خلل في كيمياء اعصاب الجسم؟ يعني اعصاب الجسم بتودي مستقبلات وبتودي افرازات عصبيه زياده، بتروح تنبه المخ بالالم، بتزود الاحساس بالالم. فده في اوفر ستيميوليشن، في حاجات بتزود الالم في جسم الانسان، بتزود الاحساس بالالم عند مريض او مريضه الفايبروميالج. ده بالنسبه للايه؟ للمشكله اللي في الاعصاب. هل المشكلة دي بس؟ لا، في مشكلة تانية من المخ. المخ المفروض بيفرز إفرازات عصبية بتقلل الإحساس بالألم. في نقص إفراز السيروتونين، في نقص إفراز مادة اسمها نور إبنفرين، الحاجات دي بتحسن الألم وبتحسن المود، بتحسن النفسية بتاعت الإنسان. العلاجات بتاعت الفايبروميالجيا اللي بنديها عشان تزود إفراز السيروتونين وتقلل إفراز المواد اللي بتزود الإحساس بالألم. طيب المريض بنكتب له الادويه ديت، بيروح يبص فيها يلاقي ادويه التهاب اعصابي، يلاقي ادويه مكتوب فيها لعلاج الاكتئاب، يلاقي حاجات معينه، فبياخد نصائح من غير المتخصصين ان ما تتعودش على الادويه ديت، ما تاخدهاش كتير، لو خدت الادويه دي تعود عليها هتحصل لك منها مشكله، مش هتعرف تستغنى عنها وحاجات زي كده. طيب المريض ياخد الادويه دي ولا ما ياخدهاش، ويستمر عليها مده قد ايه، والعلاج بتاعه ده هيستمر لحد امتى، المرض ده مدته قد ايه؟ يعني مرض الفايبروميالجيا مرض غير محدد المدة، يعني ممكن يقعد مع المريض أو المريض سنين، ممكن يقعد عشرات السنين عنده المرض، أو السنين ممكن من شهور لسنين. في ناس ممكن يخف عندها في خلال شهر أو شهرين أو 6 شهور أو سنة، ناس ممكن يقعد عندها سنين. الموضوع بيخضع للعوامل الخارجية، للتوترات العصبية، لشخصية الإنسان، لعوامل مختلفة، يعني عوامل خارجية وعامل في شخصية الإنسان وحاجات زي كده. لأن الفايبروميالجيا دي بتيجي لشخصيات معينة، للشخصيات العصبية شوية، الشخصيات عاشقة المثالية يعني. وبالتالي المرض ممكن يقعد طالما الواحد عنده المؤثر الخارجي اللي بيأثر عليه، وعنده المشكلة اللي في شخصيته اللي موجودة، فالمرض ممكن يقعد معاك سنين ويأثر عليك سنين، والمرض ده ممكن يأثر على حياة الإنسان يعني. وبالتالي انت تاخد العلاج طالما عندك الاعراض، طالما عندك الاعراض او عندك الاعراض تستمر على العلاج يعني. الادويه دي بتعمل ايه؟ الادويه دي بتظبط كيمياء اعصاب الجسم. انت عندك مشكله في كيمياء اعصاب جسمك، عندك مواد بتفرز زياده وعندك مواد ما بتفرزش، الادويه دي بتظبط كيمياء اعصاب جسمك وتحسن المشكله اللي في الجسم اللي موجوده، وبتحسن الالم. انت عندك مرض بيسبب لك الم، والالم ده اصعب حاجه ممكن يعاني منها الإنسان. لو عندك ألم في جسمك أو ألم بيأثر عليك، الألم ده ممكن يوقف حياتك. في ناس عندهم الفايبروميالجيا واخدين أجازة من الشغل وقاعدين في البيت، ناس عندهم فايبروميالجيا سببت لهم مشكلة اجتماعية في حياتهم، سواء مع واحد مع زوجته أو واحدة مع زوجها، فدي مشكلة كبيرة بتأثر على، أو واحدة هأثر عليها في شغلها مع أولادها، وبوقف نشاطها في حياتها. وبالتالي لما تاخدي علاج يظبط المرض عندك ويظبط كيمياء اعصاب جسمك وعيشك من غير الم، مفيش مشكله. فالعلاج ملوش اثار جانبيه على جسم الانسان. اصل هتلاقي حد غير متخصص يقول لك ان الدواء ده دواء اكتئاب او دواء اعصاب او دواء فيه مشكله، ما تستمرش عليه كتير وما تاخدوش كتير. لا، الكلام ده غير صحيح علميا. ان الدواء ده بيستهلك في مشكله الاعصاب في جسمك، بيستهلك في المشكله اللي حاصله عندك في كيمياء اعصاب الجسم، وبالتالي ملوش اي مشاكل عليك، ملوش اي مشاكل عليك. او ادويه النفسيه وادويه الاعصاب، الناس عندها فكر ان الادويه دي خطر، والادويه دي بتدمر المخ، والادويه دي مش عارف بتتعود عليها. طب وفي ايه لما اتعود على دواء بيظبط لي كيمياء جسمي او يظبط؟ يعني اخطر حاجه على جسم الانسان بصراحه يعني المسكنات. الناس بتبلبع مسكنات كل يوم، والناس بتاخد فولترين وكتافلام كل يوم من الصيدليه من نفسهم كده، او يكون عندهم في البيت وياخدوه بالهبل يعني بكميات كبيره جدا. وده المسكنات دي يعني اخطر حاجه على جسم الانسان، ممكن تسبب له فشل كلوي. انما ادويه الاعصاب وادويه التهاب الاعصاب وادويه الاكتئاب والحاجات اللي بنديها للفايبروميالجيا ليست لها خطوره على جسم الانسان على المدى البعيد. الخطوره ان انت تعيش في الم، ان انت تعيش في توتر، ان انت تعيش في قلق،
ان تعيش ما بتناميش كويس، انت بتصحى الصبح جسمك مكسر، مش عارفه عندك خمول واجهاد، ومش عارفه تعملي مجهود البيت بتاعك، بتنسي كتير، بتتوتري عصبيا، حياتك مش مستقره. اما تاخدي علاج يظبط كيمياء جسمك ويظبط اعصاب جسمك ويسبب لك راحه نفسيه وراحه بدنيه، ايه المشكله اما تمشي على العلاج ده؟ ان شاء الله تمشي عليه سنين. العلاج قد يستمر سنين، العلاج بيتغير على حسب حاله الانسان، على حسب استجابه للعلاج. ممكن واحد ما يستجيبش لعلاج معين او علاج معين يسبب له اثار جانبيه، نديهوله دواء تاني. فكل حاله لها علاجها الخاص بيها اللي هتستمر عليه. والفايبروميالجيا لما المريضه بتتحسن او المريض متحسن بنسبه 50 60%، ده انجاز، ده انجاز في مرض الفايبروميالجيا. الامراض المناعيه زي الروماتويد والزئبق الحمراء والحاجات ديت لازم المريض يتحسن بنسبه كبيره، لازم نسبه التحسن تكون عاليه. مرض الفايبروميالجيا لو عندنا نسبه تحسن بنسبه 50% او 60%، ده زي الفل، و100 100 وكده يعني رضا، وكده 100 100 والدنيا تمشي زي الفل يعني. فمريض الفايبروميالجيا ومريضات الفايبروميالجيا ياخدوا علاجهم بانتظام، وما يسمعوش نصايح من غير الطبيب المتخصص اللي ياخدوا منه النصيحه يعني. وما تاخدش نصيحتك من حد غير متخصص او حد قريبك، حد يقول لك ما تاخدش الدواء عشان مش عارف الاكتئاب، عشان هتتعود عليه وحاجات زي كده ويدمر لك المخ. الكلام ده يعني كلام غير صحيح، والمرض هو الاصعب من العلاج، والعلاج ملوش اي مشاكل على جسمك على المدى البعيد يعني. اتمنى تشتركوا معنا في القناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.